للمزيد حول آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في سجون العراق وخطر إبادة الفيروس للمعتقلين في ظل عناد غير مبرر من قبل الحكومة في بغداد في إطلاق سراح المعتقلين على الرغم من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية لمناقشة هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، بداية مرحبا بك. 4 سجناء ينضمون إلى قوافل الراحلين بسبب الإهمال الطبي في سجون النظام في العراق وعدم اتباع الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين من فيروس كورونا. كيف تبرر الحكومة وفاة المعتقلين في سجونها بسبب الفيروس؟ تمام، الـ4 معتقلين زاد عليهم واحد قبل ساعات من الآن بسبب وفاة أحد المعتقلين في سجن الناصرية وهو مصطفى فلاح حسن، وذلك تعرضه لمرض السل التدرن الرئوي، وهذا يعني الأمراض منتشرة في سجون العراق جملة وتفصيلا، والحكومة عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية للمعتقلين في سجونها، وبالتالي فإن التبريرات غير قانونية والتبريرات غير مشروعة التي تبررها القوات الحكومية، فضلا عن أن هذه الحكومة تقوم دائما بإعطاء يعني الصورة الوردية لهذه المعتقلات، وهناك توفير الأدوات الصحية وتعرضهم للشمس، وهذا يعني غير موجود جملة وتفصيلا، يعني حتى أن بعض ذوي المعتقلين يبلغون المركز دائما بأن هناك تعمد من هذه السلطات الحكومية بعدم السماح لتعرضهم إلى أشعة الشمس أو توفير الغذاء والدواء لهؤلاء المعتقلين، وهذا كله يسبب موج جماعي متعمد من قبل هذه السلطات الحكومية تجاه المعتقلين، وهو عذاب جماعي ترتكبه القوات الحكومية بحق المدنيين. وكما معلوم هو أن أغلب المعتقلين هم يعني بتهم كيدية وبتهم غير منطقية وغير قانونية، وبالتالي فإن هذه هي الإجراءات، هي إجراءات قتل عمد من قبل السلطات الحكومية. طالبتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بإطلاق سراح المعتقلين لتجنب كارثة كورونا، يعني بهذا الشرح وهذا الوصف الذي تفضلتم به عن الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجون النظام في العراق بعد تفشي الفيروس، هل تتوقعون أن تكون هناك أي استجابة؟ بالعكس، ليست هناك أي استجابة، وهم مقدمون على أنه تفشي فيروس الكورونا، كما أبلغنا بعض المعتقلين بأن السلطات الحكومية هي من تتعمد بإدخال الناس مصابون بفيروس كورونا إلى هذه السجون، حتى أنه يعني يكون هناك يعني موت طبيعي بغير تدخل القوات الحكومية في هذا من قبل الإعدام، لأنها يعني مضغوط عليها من قبل المجتمع الدولي بعدم وجود الإعدام. فإذا ما قامت بهذه الخطوة فإنها ستبرر بأن هذه الحالات الوفاة هي حالات طبيعية داخل السجون بسبب تفشي هذا المرض، وبالتالي فإن الهدف واحد من هذه العملية سواء الإعدام أو غير هو قتل أكبر عدد من المعتقلين في السجون دون أن تكون هناك يعني رقابة دولية أو مساءلة دولية، ولكن هي بالعكس إذا ما تعمدت هذه الحكومة بإدخال فيروس كورونا أو أشخاص مصابون بفيروس كورونا فإن الأمر أشد، لأنه هناك يعني ضرورات تبيح أن لهذه الحكومة كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، كما فعل أسيادهم في إيران عندما أخرجوا المئات من المعتقلين أو الآلاف من المعتقلين في هذه السجون، وبالتالي يعني هناك إصرار من قبل الحكومة الحالية في تعمد قتل المعتقلين. هل هناك سجون يعني هل هناك سجون سرية؟ ماذا عن السجون التابعة للميليشيات في العراق التي تضم أيضا عشرات الآلاف من المعتقلين بحسب المصادر؟ نعم، وهذه
يعني غير بعيدة من انتشار الوباء الفيروس كورونا في هذه المعتقلات، وقد يعني وصل عدد هذه المعتقلات إلى أكثر من 100 معتقل في كافة أنحاء العراق وتديره هذه الميليشيات، ولا فرق ما بينها وبين السجون الحكومية، إذ جميعها تتعرض للتعذيب وتتعرض لعدم الرعاية الصحية وغيرها من الممارسات اللا إنسانية التي تنتهجها سواء القوات الحكومية والميليشيات بحق المعتقلين الذين اعتقلوا تحت يعني وطأة التعذيب والإكراه وغيرها من الممارسات التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف أو محاكمتهم، أو ما زالوا هناك يعني يقعون تحت الظلام في هذه السجون. الجميع يعني في هذه الحالة هم مشتركون في الجرم بصورة قانونية إذا ما طيب. كانت هناك أستاذ عمر يعني هناك سؤال، منذ أسبوع ثبت إصابة شرطي في سجن الطوبتشي للأحداث بفيروس كورونا، إذا كانت الحكومة لا تخشى على المعتقلين أو هي متعمدة فعلا بقتل المعتقلين، ماذا عن طواقمها الأمنية؟ ألا تخشى على طواقمها الأمنية من الإصابة؟ يعني هذا ما يؤكد أن هي غير مكتظفة بأي إصابة سواء في طواقمها أو في المعتقلين، وطالما أن هذه يعني شخوص النظام ورموز الأحزاب الفاسدة يعني هم بعيدون عن هذا، يعني بنظرهم أنهم بعيدون عن هذا سواء كانت هناك يعني طواقم الشرطة أو طواقم الجيش أو المعتقلون أو الناس الأبرياء، حتى المدنيون في الشوارع تتعمد هذه السلطات، وكما رأينا في فيديوهات انتشرت اليوم أنهم يرون أحد المصابون بالفيروس ويتفرجون عليه ويدعونه يذهب إلى الموت. هناك يعني ضرورات، هناك يعني خطوات، هناك إجراءات قانونية يعني يتحملها وزارة الصحة، الجيش، الشرطة، الحكومة، جميع الأجهزة الحكومية ووزاراتها تجاه هذا الوباء الفيروس، ويجب أن يعني تستنفذ كافة قواها في حماية المدنيين إذا كانت هناك يعني قوانين وكانت هناك ضمير إنساني لدى هؤلاء القوات الحكومية في معالجة تفشي وباء كورونا في هذه المناطق. من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.